السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، الاحوال طيبه، العائله الحباب. نتمنى الفيديو ديالي بحال ديما يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وبطبيعه الحال فيديو جديد من بعد واحد الغيبه، جيت لكم بالجديد اللي مختلف على داكشي اللي كنحط لكم في القناه. نتمنى انه يعجبكم. الفكره سمعتها ومشيت حتى لطنجه باش نشوف بعينيا ونشرح لكم حتى نتوما فكره اللي زوينه بزاف، اللي هي السكن الاقتصادي بدون ربا. شكون فينا اللي كره يدير الدويره ديالو بلا كريدي؟ اليوم جبت لكم هذا المشروع اللي كاين وموجود وثيقة في طنجة، ونتمنى انه يتعمم في جميع المدن المغربية. كاين السكن الاقتصادي وحتى السكن الاجتماعي، الفرق بيناتهم هو المتراج. يعني السكن الاقتصادي كيكون حتى 60 متر، والسكن الاجتماعي كيبدا من 70 متر حتى 90 متر. بالنسبة للسكن الاجتماعي ما هضرتش عليه في هذا الفيديو، نعطيكم عليه غير فكرة. كيبدا من 70 متر حتى 90 متر، وكي الثمن ديالو من 9000 حتى 9500 درهم المترو. اللي بغى نهضر ليه على هذا السكن في فيديو اخر ان شاء الله. نتمنى انكم تكملوا الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا، تبارطاجوا الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوا باش ياخذوا فكره، حيت هذا المشروع هذا راه كاين، واللي بغى المعلومات اكثر غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. هذه هي محكمه الاستئناف، صافي هذه كتهبطوا مع الشارع. الشارع راه باين، تمشيو هنايا اقامه ابراهيم. الطبق الاول باينه في الشارع، على الشارع زعما جايه، ما بعيداش على محكمة الاستئناف. صحة الامم، محكمة الاستئناف قدامها وكتهز. من بعد ما جيت للدار جيت باش نشرح لكم بالضبط لي ديتاي ديال هذا المشروع هذا. ما قدرتش نصور تما في وسط البيرو، المهم انا ما كنزعمش باش نقول شي واحد واش ممكن نصور، قلت من الاحسن انا غادي نشرح لكم من بعد ملي نوصل للدار. هذه هي الواجهه ديال المشروع، هكا دايرين الديور. انا سبق لي شفتهم بالحق، ما صورتش حتى داك النهار اللي خصني نصور فيه، انا ما كانش عندي الوقت بزاف. النهار اللي كنت خصني نصور فيه كانت كطيح الشتا، ما صلح ليش، حتى انا شفتهم غير من برا بحال هكا دايرين، نفس الديزاين نفس الالوان وداكشي كامل. المهم السميه ديال الشركه سميتها ايبيك بروموسيون، مول الشركه سميتو بن مسعود. هذا هو العنوان، جاي في شارع ابو بكر رازي اقامه ابراهيم رقم 18 صحه الامم طنجه. راني شرحت لكم بالضبط فين جات. المهم هذا السكن الاجتماعي او السكن الاقتصادي، عندهم سكن اجتماعي وسكن حتى الاقتصادي. كيقولوا بلي غتكون حضانه مسجد ومدرسه. هذه هي سكن ديزاين او لا الرسم التقريبي ديال المشروع. كاين المساحات ما بين 55 متر حتى 64. احنا فاش مشينا لقينا كاع المساحات تباعوا، بقات غير 55 متر، يعني ديال 60 من 55 فوق 56 57 58 59 60 64 كاملين مبيوعين. كتجي فيهم جوج ديال البيوت وكوزينه وصالون ودوش وطواليت بطبيعه الحال، كاملين بهم. غير كتختلف المساحه، مثلا ديال 64 متر كتكون البيوت زايدين شويه في الكبر. هذا الشيء اللي شرح لينا السيد اللي مسؤول تما على المبيعات. بالنسبة لفين جا المشروع، المشروع جا في الرومبوان ديال كيتيا. الرومبوان ديال كيتيا كطلعو، كاين هنايا شي مشروع سكن واحد اخر وهما موراه مباشرة، وكاين طريق مقادة لدياري المركب، مركب سكني دياري، هما راه اونفاس معاه من هنايا. عندهم ثلاثة ديال المشاريع، كاين المنزل واحد المنزل جوج والمنزل ثلاثة، وديجا راه بناو مشاريع واحدة أخرى جهة المحطة الجديدة في طنجة، راهم تباعو هادوك كملو. بالنسبة للطريقة ديال الخلاص أو لا كيفاش كتخلص بدون ربا، هو شرح لنا هنايا وأنا غادي نعاود نشرح لكم. كتسبقو لي سبق 7 مليون، الدار كتوجد ما بين عامين حتى لعامين ونص، زعما كتسبقوا 7 مليون، هذه كتسبق، ومصاريف ديال الملف هي 2000 درهم، ومن بعد كتوليو كتخلصوا 1500 درهم عامين حتى العامين ونص على ما كتوجد الدار. ملي كتوجد الدار وكتسلموا الساروت كتوليو تخلصوا 2500 درهم شهريا لمدة 5 سنين كتساليوها، يعني التوتال ديال الدار كاملة أو الخلاص ديال الدار كاملة كتكمل في 7 سنين حتى 7 سنين ونص. بالنسبه اللي دار تسباق 6 ديال المليون كتولي الدار كتوجد على 3 سنين ونص.
شحال ما عطيتي تسبق اكثر شحال ما كتوجد لك الدار اسرع. هذا الشيء هو اللي كاين لحد الساعه. مهم المشاريع تقريبا المنزل واحد راه واجد، المنزل جوج والمنزل ثلاثه هما اللي باقيين، يعني المنزل ثلاثه هو اللي عنده 3 سنين ونص عاد غادي يوجد. تقدروا تدفعوا في اي واحد بغيتوا، بالنسبه اللي واجدين راه مبيوعين، ولكن كاين ملفات تقدروا تعمروا تما كدوموند هكا طلب، الا بغى شي واحد يتنازل على شي دار كيعيطوا لكم باش ديروا التنازل مع داك السيد اللي ما بقاش باغي ديك الدار، سواء جاتو خدمه بلاصه واحده اخرى او لا ما بقاش خدام، ما بقاش عنده باش يخلص الكماله ديال الدار. هذا الشيء هو اللي كاين. كنظن بانني شرحت كل شيء. صراحة فكرة ديال المشروع عجبتني بزاف، زوينة بالنسبة للناس اللي ما باغيينش الكريدي او لما ما مقتنعينش الكريدي، راه بطبيعة الحال حرام، ولكن كاين كل واحد كيفاش كيفسرها. بالنسبة للناس اللي ما مقتنعينش بالكريدي هذا المشروع راه مزال. حاليا كاين غير في طنجة، كاين ناس كيقولوا بلي راه بدا في تمارة، بالحق انا ما عندي حتى شي فكرة ديال طنجة، هو اللي مشيت وشفته بعيني، غادي نهضر عليه شي حاجة واحدة اخرى ما عارفهاش. فاش دخلنا عنده سولناه حيت حنا بغينا مساحة كبر، 64 قال لك تالات، حتى ديال 3 سنين ونص راه تالات فيهم 64 متر، ما عدا إلا بغا شي واحد يدير التنازل، بقات دابا غير 55 متر. هادشي شرحنا داك المسؤول على المبيعات، وقال لنا بلي إن شاء الله غادي يكونوا مشاريع في مدن وحدين أخرى من بينهم الحسمة، ولكن مازال ما كاينه شي حاجة إكزاكت، يعني باقي غير دراسة المشاريع وصافي. هذا ما كان. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وخديتو فكره، فيديو مختلف في القناه ولكن عجبتني الفكره بزاف، وقلت علاش لا ما نتقاسمهاش معكم، يمكن تفيد شي واحد فيكم او لا شي حد كيقلب وما عندوش فكره بلي هاد الديور كاينين في طنجه. نتمنى انني نكون شرحت مزيان، واللي عنده شي سؤال وانا عارفه الجواب ديالو تقدروا تخليوه ليا في الكومنتار. بالنسبه للارقام ديال الهاتف هما هادو، تقدروا تسكرينيهم ولا نقدروا نخليهم لكم في صندوق الوصف، ولكن اغلبيه ما كيجاوبوش عليهم، خصكم تمشيو للبيرو حيت الضغط بزاف على المكالمات. انا سولته تما قال لي راه ما كنقدروش نجاوبو حيت التليفون راه ما كيسكتش، واللي مسؤوله على التليفون هي نفسها اللي مسؤوله كتصاوب الاوراق للناس اللي شراو، يعني ما عندهاش الوقت فين غادي تجاوب الناس وتبقى تشرح لكل واحد بشويه. انا نتمنى نكون انني شرحت لكم وخديتو فكره عامه، واللي عنده الغرض بطبيعه الحال غادي يمشي حتى البيرو. السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله، ما تنساونيش ملي لايك والكومونتير وتابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش انكم تجيو عندي انستغرام تخلي لكم دائما هنايا وفي صندوق الوصف. الى فيديو اخر، السلام عليكم.